التعليم أعطيهم اللغة الكردية، وفي عندي مدرسة تانية ذات عم يعطي العربي. هن هذولين رفقات يعني كلهم مصابين، كلهم مجروحين، ما لهم رجل، ما لهم زنائيد، ما لهم عين. عم نعطيهم دروس مشان يعني يقوي معنوياتهم، مشان يتعلموا، وعندهم إرادة ما شاء الله، وعندهم رغبة، هي الرغبة اللي يأخذوا دروس. يعني كل واحد لهم مهنة، لهم رغبة، لهم هواية. بلشنا من أحرف وزاد هلا وصلنا للقراءة والكتابة. تاريخ انتساب القوى السورية الديمقراطية 2017، تاريخ الإصابة 2017 الشهر التاسع، طلقة قناص بالعين. وأنا يعني جيت لدار الجرحى مشان أتعالج ويعني أخذ دروس، هو عربي وكردي. راحت عني دراسة والقراءة والكتابة يعني، حتى نتعلم إنه يعني نمشي بين الشعب ونقول والله نحن ما نعرف نقرأ.